كحلوش شاب مغربي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لعبه دور مهاجر إيفواري، جاء إلى المغرب ومر بعدة تجارب عبر برنامج يبحث عن المواهب الكوميدية المغربية. وفور انتشار المقطع طالت الانتقادات كحلوش والممثلتين المغربيتين لطيفة أحرار ونور الصقلي عقب ملاحظتهما حول المقطع الكوميدي في البرنامج بصفتهما عضوين في لجنة التحكيم وتقليدهما لكنة مجموعة من أفارقة جنوب الصحراء. وهو ما زاد من حدة الأزمة ليلقى المقطع تنديدا من قبل ناشطين مغربيين استنكروا ما وصفوه بالعنصرية تجاه المهاجرين الأفارقة القاطنين بالمغرب. وجهت الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب سوزان ووجوسكي رسالة مفتوحة إلى صناع المحتوى عبر منصتها. سوزان قالت إن القائمين على الموقع استقصدوا الفترة الماضية منع عرض الفواصل الإعلانية في الفيديوهات التي تحوي مشاهد سيئة ومزعجة أو حتى غير مرغوب فيها، وذلك لحماية اسم الموقع وضمان ثقة المعلنين والتأكد من أن إعلاناتهم تعرض في محتويات مناسبة لرؤيتهم. وفي رسالتها أيضا قالت رئيسة يوتيوب إنهم ينظرون في احتجاجات صانعي المحتوى بخصوص اختفاء الإعلانات من فيديوهاتهم على الرغم من التزامهم بمعايير الموقع، وهو ما أدى لانخفاض أرباحهم بحسب كلامهم. وهو الأمر الذي نفته سوزان بطريقة غير مباشرة في رسالتها، والتي بدأتها بأن عدد مشتركي القنوات التي تضم مليون متابع وأكثر تضاعف، كما أن صانعي المحتوى ممن يحققون أرباح بعشرات ومئات الآلاف زادت أرباحهم بنسبة 40%. وخلال رسالتها المفتوحة اعترفت سوزان بفشل فيديو ريوايند 2018 السنوي، والذي يشير إلى أبرز الأحداث الثقافية والفنية التي شكلت معالم السنة، مشيرة إلى أنه كان شنيعاً حتى أطفالها لم يعجبوا به. ولأول مرة تعترف شركة يوتيوب بفشل هذا الفيديو الذي حصل على أكثر من 15 مليون عدم إعجاب منذ طرحه في 6 ديسمبر العام الماضي.